إذن طالما كنا في لندن مع رياض السعدي، دعونا نذهب إلى عمان هذه المرة. أحمد عزام، محلل الأول الأسواق المال في مجموعة إيكويتي، أهلا وسهلا بك معنا أحمد. ويعني على ذكر لندن، دعنا نبدأ بلندن وبإنجلترا. وبنك إنجلترا المركزي مقبل على مسألة رفع الفائدة من عدمها، من تثبيتها إلى ما ذلك، لا ندري ما هي اتجاهاته، ولكن الاسترليني يستبق كل ذلك بارتفاعات لافتة أمام الدولار. هل يسعر اتجاهات المركزي أم ما هي العوامل؟ نعم، صباح الخير الطيب. نعم، عند النظر إلى استرليني على ما أعتقد أنه قد بدأ عمليات تسعير لرفع أسعار الفائدة في الفترة الماضية، ارتفاعات إلى مستويات الدولار 28 سنت بالنسبة للباوند. نظريا أو فنيا، عندما نطلع فنيا، فقد اخترق مستويات 61.8 التصحيحية للموجة الهابطة الأخيرة، فقد يعطي بعض الدعم فنيا لاستمرار موجة الارتفاعات إلى دولار 28.70، ثم ارتفاعات بشكل أكبر عند اختراق هذه المستويات بشكل فني. هنا الطيب، بغض النظر عن قرار البنك إنجلترا، عند النظر إلى قرار بنك إنجلترا نفسه، على ما أعتقد أن 25 نقطة أساس باتت محسوبة، باتت متواجدة على طاولة بنك إنجلترا لعدة أسباب. أولها طبعا بكل تأكيد التضخم الذي لا يزال مرتفع جدا الطيب. عندما ننظر إلى قراءة التضخم عند مستويات 8.7%، حتى لو سجلت تباطؤات 8.5% إلى 8.4%، على ما أعتقد مرتفعة جدا الطيب. فلا يزال بنك إنجلترا يحتاج التدخل في هذا الوقت، خاصة بأن النمو في آخر 5 أرباع سنوية إلى ما يقارب سنة وثلاث أشهر يسجل قراءات متدنية النمو في بريطانيا، في الاقتصاد البريطاني 0.1%، قراءات متكررة بالنسبة لنمو بريطانيا. فهي فرصة على ما أعتقد لبنك بريطانيا لرفع أسعار الفائدة، لما لا أن تكون هناك حتى نبرة توجهات أكثر لعملية أخرى في أغسطس القادم، في شهر 8 القادم، عندما يجتمع بنك إنجلترا ويطلع على قراءات أخرى. جدير بالذكر هنا الطيب، على ما أعتقد بأن التضخم قد يكون بارد، قد يكون ناعم في الفترة القادمة نظرا لانخفاض فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا. فعلى ما أعتقد قد تنعكس في الفترة القادمة، قد تنعكس في القراءات القادمة بالنسبة للتضخم انخفاضات إلى ما يقارب 6%، وارد جدا بالنسبة للتضخم، لكن لا يزال بعيد كل البعد عن مستهدف بنك إنجلترا. فلذلك تجديد السياسة النقدية على ما أعتقد لا يزال على طاولة البنك إنجلترا. طيب نعم أحمد، يعني الملفت الأداء الإيجابي الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي لعدة أسابيع متتالية من رالي الارتفاعات في وول ستريت، برأيك إلى أي مدى اليوم أسهم قطاع التكنولوجيا ستواصل هذا المسار المرتفع؟ ولكن هل سنشهد خلال الفترة المقبلة عمليات تصحيح، تعديل مراكز، أم أيضا انعكاسات أيضا للحديث الذي تنتظره الأسواق لجيروم باول أمام الكونغرس خلال هذا الأسبوع ستكون أيضا محركة للفترة المقبلة؟ نعم سالي، على ما أعتقد بأن التستموني أو شهادة جيروم باول قد تكون إشارة بالنسبة لتوجهات الأسهم. لا يزال هناك أموال، وهي هذا ما يخيف الفدرال الأمريكي، لا يزال هناك أموال تتجه لشراءات الأسهم. فعلى ما أعتقد هي إشارة بالنسبة لجيروم باول أن لا يزال هناك أموال، يجب العمل أكثر بالنسبة لعمليات رفع الفائدة لمحاولة تقليص التضخم في الفترة القادمة. عند النظر إلى الحركة السعرية بالنسبة للمؤشرات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، هي مستويات مهمة فنيا، 34300 بالنسبة لمؤشر الداو جونز، ناسداك 15200 على ما أعتقد مستويات مقاومة مهمة جدا لو طلعنا فنيا. بالنسبة حتى للسنتمنت أناليسيز أو تحليل المشاعر بالنسبة لإس أم بي 500 عند الاطلاع، فالحركة السعرية أو الرالي الأخير كما وصفتيه سالي، الرالي الأخير خليني احكي انه هو اخذ قوته بالنسبه للشركات ذو القيمه السوقيه الكبرى، 7 شركات فقط تسجل اداء ايجابي، بينما الشركات الاخرى في اس ام بي 500 تسجل تداولات سلبيه. عند الاطلاع على البي اي ريتشيو بالنسبه للشركات، فلا يزال هناك بعض المخاوف بان تكون هناك الربحيه المسجله في الفتره القادمه اقل مما تتوقع الاسواق، اقل حتى من المقارنات السابقه. فعلى ما اعتقد الميل السلبي قد يكون مشروط بعدم التخطي، عدم تخطي المستويات المرتفعة بالنسبة للمؤشرات التي تم تسجيلها في الأسبوع الماضي سالي. نعم أحمد، يعني لا زال الجدل قائم والسجال القائم في ماهية استمرار البنوك المركزية حول العالم في رفع معدلات الفائدة للفترات الماضية. الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ترك الباب مواربا أمام زيادات جديدة. ماذا عن
البنك المركزي الأوروبي في ظل تصريحات لبعض أعضاء البنك مثل رئيس البنك اليوناني وعضو البنك المركزي الأوروبي في عدم استمرار البنك في هذه الزيادات؟ على يعني ممكن أكون مختلف بعض الشيء مع عضو بنك أوروبا في الفترة الحالية خاصة. طيب عند النظر إلى كلام كريستين لاغارد في الفترات الماضية في آخر مؤتمرين صحفيات، قد ذكرت بأن الحرب ضد التضخم لا يزال يحتاج العمل، مخاطر التضخم لا تزال موجودة في أوروبا، 6.1% التضخم في أوروبا على ما أعتقد لا يزال مرتفع، يحتاج بعض المجهود بالنسبة لأوروبا. لكن على ما أعتقد أميل إلى جهة عضو البنك أوروبا من ناحية واحدة فقط. الطيب فيما لو حللنا أرقام النمو الاقتصادي بالنسبة لأوروبا، فبكل تأكيد الانكماش لربعين متتاليات يعني ريسيشن، تكنيكال ريسيشن أو دخول في مرحلة الركود الفني. فبكل تأكيد عند دخول مرحلة الركود الفني يحتاج إلى التوقف من عمليات رفع أسعار الفائدة وأيضا تخفيض الفائدة في الفترة القادمة. فقد يكون هو مشاعر عضو البنك أوروبا قد اتجه إلى التوقف لعمليات رفع الفائدة خوفا من استمرار مرحلة الركود، خوفا من النمو السلبي. الطيب لكن حاليا على ما أعتقد هناك بعض العمل بالنسبة لبنك أوروبا، خاصة بأن هناك فجوة سعرية أو فجوة في الإشارات البنوك بالنسبة لأوروبا والفدرال الأمريكي. فعلى ما أعتقد 25 نقطة أساس قد تكون واردة بالنسبة لبنك أوروبا في الفترة القادمة، لكن نحتاج اطلاع على نبرة بنك أوروبا فيما يخص بالمنحنى الاقتصادي في الفترة القادمة. نعم أحمد، يعني ننتقل هذه المرة أسيويا يعني ولا نستثني الصين وثاني أكبر اقتصاد هذه المرة وتوجهاتها أيضا بخفض معدلات الفائدة، لكن هذه المعدلات كانت أقل مما كانت تتوقعه الأسواق. انعكاس هذا القرار يبدو كان واضحا على أسهم القطاع العقاري اليوم. على ما أعتقد سالي الصين قد تكون منعزلة بعض الشيء من الناحية الاقتصادية عن الدول الأخرى بالنسبة للأرقام الاقتصادية. تخفيض أسعار الفائدة بالنسبة للصين واجب بل هو مطلب أساسي، خاصة مع انخفاض أرقام النمو في الفترة الماضية وما يساعده أن التضخم منخفض بالنسبة للصين. فتخفيض أسعار الفائدة مطلب أساسي لدعم النمو. عندما نطلع على العقارات أو القطاع العقاري كما ذكرت سالي، هو المخاوف أو هو خليني أحكي المخاوف التي تثيرها الأسواق بالنسبة للقطاع الصيني، الاقتصاد الصيني. فعلى ما أعتقد النظر إلى القطاع العقاري قد يجلب بعض المخاوف بالنسبة للصين في الفترة القادمة، لكن تخفيض أسعار الفائدة قد يكون مطلب لمحاولة السيطرة على النمو الاقتصادي بالنسبة للصين سالي. شكرا جزيلا لك أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان.